كتاب انطلاق الروح لمثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث. إن تحدثنا عن انطلاق الروح فلعله يقف أمامنا هذا السؤال: من أي شيء تنطلق الروح؟ ونجيب بأن الروح وهي على الأرض تجاهد لكي تنطلق من أشياء كثيرة سوف يحدثك عنها هذا الكتاب، غير أن هناك شيئا آخر مهما حاولت الروح أن تنطلق منه على الأرض فلا أظن أنها تستطيع. ربما الانطلاق منه هو إحدى المتع التي ننالها في الأبدية. فما هو هذا الشيء؟ إنه الانطلاق من معرفة الخطية. عندما خلق الله الإنسان الأول خلقه بسيطا نقيا لا يعرف خطية على الإطلاق، ولا تفاصيل الخطايا ولا أسمائها. كان كذلك قبل أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، كان في براءة الأطفال وربما أكثر. ولذلك حينما أغريت حواء من الحية ما كانت تعرف، كذبت عليها الحية وقالت لن تموت، وقالت تصيرانك الله. وحواء ما كانت تعرف أن هناك شيئا اسمه الكذب، وما كانت تشك في صدق الحية لأنها ما كانت تعرف الشك. كان آدم وحواء لا يعرفان سوى الخير فقط، أما الشر فما كان يعرفانه. ولكنهما لما أكلا من الشجر دخلتهما معرفته، دخلت إلى الإنسان معرفة جديدة هي معرفة الخطية، بل معارف أخرى عديدة عكرت صفو النقاوة الطبيعية الأولى. ينطبق عليها قول الحكيم: الذي يزيد علما يزيد حزنا. ولعل أول شيء عرفه آدم أنه عرف أنه رجل وأن حواء امرأة، وبدأت معرفة الجنس تدخل إلى ذهنه ثم إلى مشاعره، وعرف أن هذا شيء يخجل منه فبدأ يغطي نفسه، ثم عرف الخوف فبدأ يختبئ وراء الأشجار. وبمرور الوقت بدأ الإنسان يعرف خطايا عديدة جدا، وأصبحت هذه المعرفة راسخة في ذهنه تثير عليه حروبا روحية في بعض الأوقات. وإن لم يقع في هذه الخطايا قد يقع في إدانة غيره عليها، وأصبح الإنسان يعيش في ثنائية الخير والشر، الحلال والحرام. فمتى يتخلص من هذه الثنائية؟ ومتى يرجع عقله إلى نقاوته؟ ومتى تزول من ذهنه معرفة الشر؟ سواء كانت وصلت إليه عن طريق العقل أو عن طريق الخبرة والممارسة. متى يتخلص من تذكار الشر الملبس الموت؟ لا أظن ذلك يحدث على الأرض إطلاقا، إنما يحدث في الأبدية. حسب ما قال القديس بولس الرسول حينما كان يسكب سكيبا ووقت انحلاله قد حضر، قال لتلميذه تيموثاوس: وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. أخيرا سيتكلل الإنسان بالبر، البر الذي لا يعمل خطية، والبر الذي لا يعرف خطية. يتكلل بالقداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب،
ولكن متى؟ يجيب الرسول مكملا حديثه عن إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. إكليل البر هذا هو الشهوة التي تنطلق إليها الروح. أما على الأرض فإننا في كل يوم نخطئ، وفي كل يوم نحتاج إلى توبة، ولا يوجد إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. متى ننطلق حقا من معرفة الخطية؟ ولا نعرف إلا الله وحده وما يحيط به من نور ليست فيه ظلمة البتة. سيكون ذلك حينما نلفظ ثمرة معرفة الخير والشر التي أكلها أبوانا في ذلك الزمان، وحينئذ نعود إلى رتبتنا الأولى. بل أننا في الأبدية سنكون في حالة أفضل من حالة آدم في الفردوس، فآدم وحواء كانا في حالة بر مع إمكانية السقوط. أما في الأبدية فسوف نتكلل بالبر، البر الذي لا توجد فيه أي إمكانية للسقوط. فإن كنا سنصير في حالة أفضل من حالة الإنسان الأول قبل السقوط، فعلى الأقل سنشابهه في البراءة والنقاوة والبساطة وعدم معرفة الخطية. سننسى الخطية بكل صورها وكل تفاصيلها وكل ذكرياتها، ولا تبقى في أذهاننا إلا إيجابية الحياة الروحية، محبة الله والتأمل في صفاته الجميلة والتأمل في السماويات وما لم تره عين أو تسمع به أذن أو يخطر على قلب بشر. بهذا تكون الروح قد وصلت إلى قمة انطلاقها. أما هنا على الأرض فأقصى ما تصل إليه الروح هو الانطلاق من سيطرة الخطية والمادة والجسد، لكي تحيا طليقة تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. هل شعرت أن روحك وصلت إلى هذه الحرية؟ هذه الحرية هي انطلاق الروح، انطلاقها من كل قيد يعوق وصولها إلى الله. وكيف ذلك؟ هنا وأتركك أمام هذه التأملات التي كتبت غالبيتها في بداية الخمسينات قبل دخولي إلى الرهبنة. شنود الثالث: انطلاق الروح. لست أعني انطلاق الروح من الجسد، ذلك المعنى الذي قصده سمعان الشيخ حينما قال: الآن يا رب أطلق عبدك بسلام حسب قولك. إنما أعني انطلاق الروح وهي ما تزال في الجسد، انطلاقها من كل ما يحيطها من رباطات وقيود. حين يبدأ السلام الكامل ويعيش الإنسان في حرية أولاد الله. أترى يا أخي العزيز الطفل بعد عماده وروحه حرة طليقة كما أوجدها الله فيه، ثم أتعرف ماذا حدث لها؟ لقد أرسب عليها العالم والبيئة رواسب عدة، وتقيدت من جراء ذلك وغيره بقيود كثيرة تعوق انطلاقها إلى حيث تريد أن تذهب لتتحب الله وتثبت فيه. وكل ما يبحث عنه أولاد الله هو انطلاق الروح،
انطلاق الروح من كل هذا، انطلاقها من قيود العالم والبيئة، وانطلاقها أيضا من قيود الحس والحكمة البشرية. وهنا التفت الأب الراهب وقال: هل يحسب البعض أن السيد المسيح عندما قال: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات، كان يقصد إن لم تصغروا وتصيروا مثل الأطفال؟ كلا، بل كان يود أن يقول إن لم تكبروا في الروح جدا حتى تصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وقف أمام القديس مكاريوس الكبير راهب حاربه البر الذاتي حتى ظن أنه تخلص من الزنا وحب المال والغضب، فسأله الأب القديس عما يشعر به إذا رأى امرأة، فقال: أعرف أنها امرأة ولكني أهرب لئلا أشتهيها. فسأله أيضا عن شعوره إذا رأى مالا ملقى في الصحراء، أيستطيع أن يفرق بينه وبين الحصى؟ فأجاب بأنه يستطيع ذلك، ولكنه يمنع نفسه من محبة المال. وسأله القديس ثالثا عن شعوره إذا أهانه أحد، فأجاب بأنه يحس أنه أهين، ولكنه لا يبيد الغيظ في قلبه. وهنا التفت القديس إلى الراهب وأخبره أنه ما يزال تحت الآلام وأنه في حاجة إلى جهاد أكثر، وبدأ يعظه: إنها قيود الحس يا صديقي القارئ التي تجعل المرء يفرق بين الرجل والمرأة، المتقدمة في السن والفتاة الشابة، وبين الفتاة الجميلة وغير الجميلة. إنها قيود الحس أيضا التي تجعله يفرق بين النقود والحصى. وماذا إذن عن الإهانة والمديح؟ ذهب أحد الرهبان إلى القديس مكاريوس وطلب منه نصيحة، فأمره القديس أن يذهب ويمدح الموتى، فذهب ومدحهم فلم يرد عليه منهم أحد، فأمره القديس أن يذهب ويشتد عليهم في القول، ففعل ذلك فلم يرد عليه أحد. فقال القديس للراهب: وهكذا أنت ما دمت قد مت عن العالم فيجب أن تشبه هؤلاء الموتى، لا تتأثر في شيء، وإنما سيان عندك إن مدحك الناس أو ذموك. وفي إحدى المرات أحضر أحد الأثرياء هبة مالية إلى الدير لتفرق على الرهبان، ولكي يقدم رئيس الدير لهذا الثري عظة عملية وضع المال جانبا وأمر بدق الناقوس، فاجتمع الرهبان فطلب إليهم الأب الرئيس أن يصنعوا محبة ويأخذوا ما يحتاجونه من هذا المال. ولما نظر الرهبان إلى الذهب كما ينظرون إلى الحصى ولم يأخذ أحد منهم شيئا رغم الإلحاح الشديد، تأثر الرجل الثري جدا وطلب أن يترهب. إن العالم يا أخي الحبيب والجسد أيضا قد أرسب عليه إحساساتنا رواسب عديدة، كان من نتائجها أن أشياء عالمية كثيرة مادية وجسدية أصبحت تبدو لنا في صورة أجمل من غيرها وأكثر جاذبية وأعمق أثرا في النفس. وعندما تسمو الروح، وعندما تنطلق إلى حد ما
مما يعرقل طريقها من القيود، عند ذلك سيرقى إحساسها جدا، أو قل ستنطلق من الحس العالمي وتفهم الأمور بإدراك آخر روحي. هل إذا طال بك السفر بعيدا عن أسرتك ثم قابلتهم بعد هذا الفراق الطويل فعانقوك في محبة وفي شوق زائد؟ هل وسط تلك المحبة التي سبحت فيها روحك ستحس أن أباك الرجل يختلف عن أمك المرأة وأخيك الفتى وأختك الفتاة؟ وهل عامل الإنقاذ في الحرائق أو حوادث الغرق يحس أن الجسم الذي يحمله منقذاً إياه من الهلاك هو جسم فتى أو فتاة أو رجل أو امرأة؟ كلا، بل أؤكد لك أنه لو أحس شيئاً من هذا لعرض نفسه للموت هو ومن يعمل على إنقاذه. ألا ترى إذن أن الروح تسمو على الحس؟ وأن هناك أوقات يتعطل فيها الحس كلياً أو جزئياً لإنهماك الروح فيما هو أعظم. وهكذا أنت في حياتك الروحية، عليك أن تتخلص بقدر الإمكان من قيود الحس، وعندئذ ستنظر إلى الأمور بمنظار آخر. سوف لا تحاربك الشهوة، شهوة العين أو شهوة الجسد أو شهوة المال أو شهوة النساء أو تعظم المعيشة، بل تكون كملائكة الله في السماء، تنظر إلى كل شيء بتلك النظرة البسيطة التي قال عنها السيد المسيح في عظته على الجبل: إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. على أن هذه الأفكار لم تكن موضوع الحديث بين أبي الراهب وبيني، فقد كنا نتكلم فيما هو أعمق من هذا. في موقف الحس عند تفهم الإلهيات والتأمل فيها، إن الإحساس الجسدي جسدي ومحدود، لذلك فهو لا يستطيع أن يفحص الله الروح غير المحدود. ثم أن الحس البشري عرضة للخطأ، وكثيرا ما يخطئ في التمييز بين الخطأ والصواب. لقد رجع التلاميذ إلى السيد المسيح فرحين وقالوا له: حتى الشياطين أيضا تخضع لنا باسمك. فرد عليهم السيد: لا تفرحوا بهذا، إذ أن إحساسهم كان خاطئا. انظر أيضا إلى القاتل الذي ثأر لنفسه أو انتقم لشرفه، ألا يغمره إحساس بالرضا كأنه أتى عملا جليلا؟ إنه حس خاطئ. وأنت كذلك يا أخي المحبوب، قد تراودك في صلواتك وأصوامك وخلواتك وتأملاتك إحساسات كثيرة، امتحنها جيدا، فقد تكون إحساسات بشرية غير سليمة، وحاول أن تطلق روحك من قيود الحس. بقى أن أقول لك: الإحساس بالعالم وموجوداته يتعطل عند الاستغراق في الإلهيات. كانت حنة تصلي في الهيكل، وكانت منسكبة النفس أمام الله، فلم تشعر بما يدور حولها، حتى أن عالي الكاهن حسبها سكرة، فقال لها: إلى متى تسكرين؟ قومي انزعي خمرك عنك.
وهكذا أنت. إن كنت منصرفا بكليتك إلى الصلاة أو التأمل، فسوف لا تشعر إطلاقا بما يدور حولك. قد يتكلم البعض إلى جوارك، وقد تقوم ضجة، وقد تتهادى مناظر كثيرة، وأنت لا تدري عن كل ذلك شيئا، لأنك منهمك في أمور أخرى في عالم الروح. إن حسك معطل نسبيا، لأن روحك هي التي تعمل. هل يقول البعض عن هذا إنه اختطاف الروح؟ لا أدري، ولكني أعلم أن القديس يوحنا القصير كانت تمر عليه في تأملاته فترات يتكلم فيها الناس إليه فلا يسمع صوتهم ولا يدري ماذا يقولون، ويسأله السائل مرة أخرى فيجيبه القديس: ماذا تريد يا ابني؟ ويكرر السائل طلبه ولا يسمعه القديس أيضا، لأن روحه منشغلة بأشياء أخرى أهم وأعمق وألصق بالسمع والذاكرة. وكانوا يسألونه أحيانا أسئلة فيجيبهم عنها بتأملات لاهوتية لا علاقة لها بما يسألون عنه، لأنه لم يسمع ما قالوه. كانت روحه منطلقة من الحس. والآن ماذا أقول؟ هل أقول أن تنطلق الروح من نطاق الحكمة البشرية أيضا؟ يخيل إلي أنني أود أن أقول هذا: ألم يجهل الله حكمة العالم؟ لأن الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب: الآخذ الحكماء بمكرهم. على الرغم من أن العقل البشري منذ وجوده قاصر ومحدود، إلا أنه كان في حالة أفضل يوم خلق الله العالم ونظر إلى كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. ولكن الخطية والعالم وما ورثناه عن القدامى من أفكار وأبحاث وخبرات وعادات وتقاليد ونظم وشكليات، كل ذلك أرسب على العقل البشري رواسب كثيرة، حتى أصبح معرضا للخطأ في كثير من أحكامه، وهكذا لا يستطيع وحده أن يفهم الله أو يفحصه. والذين يظنون أنهم حكماء وعقلاء ويعتمدون على حكمتهم وعقلهم هم أبعد الأشخاص عن الروحيات والإلهيات. وهكذا قال معلمنا بولس الرسول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل من الله، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. أرأيت يا أخي الحبيب بطلان الحكمة البشرية؟ فهل يلغي الله الحكمة على وجه العموم؟ كلا، بل يؤيدها. وهكذا يقول معلمنا بولس في نفس رسالته: لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر. لذلك إذا أردت لروحك أن تفهم مقاصد الله، فاطلقها أولا من حكمتك البشرية. وقف أمام الله جاهلا، فارغا من كل علم وفهم. حينئذ ستمتلئ بالمعرفة، المعرفة الروحية الكاملة،
وليست المعرفة البشرية القاصرة، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. أليس هذا ما يعنيه معلمنا بولس الرسول إذ يقول: إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. تقدم إلى السيد المسيح رجل ذو يد يابسة بطلب الشفاء، فأمر السيد أن يمد يده فمدها فصارت سليمة. وتؤخذ هذه الحادثة دليلا على قدرة السيد، وهذا صحيح، ولكن لها وجها آخر، وهو تحطيم نطاق الحكمة البشرية. لو كان هذا الرجل متمسكا بالحكمة البشرية لجادل السيد في الأمر: كيف أمد يدا يابسة؟ هل اليد اليابسة تمتد؟ ولو كانت تمتد فما حاجتي إلى الشفاء؟ اشفني أولا ثم أمدها. أما هذا الرجل فصار جاهلا لكي يصير حكيما، فتجاهل الحكمة البشرية التي لا تؤمن بامتداد اليد اليابسة، والتي لا تؤمن لا بانتقال الجبل من موضعه ولا بمشي الرجل على الماء ولا بعدم التفكير في الغد. إنها الحكمة البشرية التي جعلت الناس يضعون الله تحت المجهر، هو وصفاته وتعاليمه، وهي الحكمة التي جعلت البعض يقبلون من الإنجيل ومن قوانين الكنيسة ما يرونه بأفكارهم صحيحا، ويرفضون ما لا يتفق ومنطقهم العقلي. أما أولاد الله فيتناولون كل شيء ببساطة وبغير تعقيد. تريدنا يا رب أن نمشي في البحر الأحمر؟ سنمشي إذن، لأنك لابد تشق لنا فيه طريقا فلا نغرق. نطاق الجدران الأربعة. ولقد جربت هذا بنفسي. كنت منذ سنوات في معسكر في ألمازا، وهي بقعة صحراوية تقع على بعد أميال من ضاحية مصر الجديدة. وكنت متعودا أنا وأحد إخوتي من مدارس الأحد أن نصعد على أعلى رابية في تلك الصحراء لنقضي وقتا في الصلاة والتأمل. وكانت مصر الجديدة تلك الضاحية الفخمة في مبانيها وشوارعها وتنظيمها وسكانها أيضا، تظهر لنا على بعد كشيء ضئيل تافه على مرمى النظر في خط الأفق، ولم يكن يبدو منها غير بعض أضواء بسيطة لعاملين بسيطين هما عامل البعد وعامل الارتفاع. وكنا نشعر أن روح كل منا انطلقت من احترام الطول والعرض والارتفاع والفخامة والضخامة والتنميق والتزويق، وتساوى أمامها القصر العالي والبيت الصغير، إذ لا يبدو شيء من كليهما، بل كنا نشعر بسعادة ولذة روحية ونحن جالسين على الرمل فوق تلك الرابية المرتفعة، سعادة لم نجدها في المدن في يوم من الأيام. وفي عطلة من المعسكر رجعنا إلى القاهرة. وأقول لك الحق يا أخي الحبيب، أنني انزعجت جدا من هذه العاصمة الصاخبة، وكنت أسير في الشوارع وفي رأسي وأذني بركان سائر من ضجيج الناس وصوت السيارات والترام ووسائل المواصلات المتعددة.
وعرفت وسط هذا الصخب أنني لست بقادر أن أفكر تفكيرا منتظما مرتبا متلاحقا كما كنت أفعل فوق الرابية المرتفعة. وعندما أغلقت علي باب مخدعي ووقفت للصلاة لم أستطع أن أصلي. كانت الجدران الأربع التي للغرفة بمثابة حاجز منيع يفصلني عن التمتع بالله. وأقول لك في صراحة أنني خرجت من غرفتي دون أن أصلي، وسرت بعيدا بعيدا أبحث عن فضاء هادئ مرتفع لا أرى فيه أمامي الأبنية والمنشآت، وتصغر فيه نواحي العمران والمدنية. وبعد حوالي ساعة من السير وجدت مكانا فيه شيء ضئيل مما أطلب. وهكذا رجعت إلى منزلي ضيق النفس مشتاقا إلى رابية المرتفعة مرة أخرى. وانقضت أشهر المعسكر ورجعنا إلى العاصمة، ووجدت نفسي مضطرا إلى تعود الصلاة بين الجدران الأربع. ولكن ذكريات تلك الرابية المرتفعة ما زالت خالدة أمام عيني حتى اليوم. ولكي أحصل على جانب من التعويض، كنت بعد أن أنتهي من درسي في مدارس الأحد أصعد وإخوتي الشبان إلى سطح الكنيسة المرتفعة لنلقي نظرة على القاهرة، فنراها أيضا في ظلمة المساء شيئا ضئيلا لا تبدو منه غير أشباح أبنية تلمع فيها تلك النقط البيضاء المضيئة. إن روحك يا أخي الحبيب تود أن تنطلق هي أيضا كالطير من غصن إلى غصن، تود أن تصير كالملائكة الذين يسبحون في السماء بغير روابط أو قيود. وإن لم تستطع هذا باستمرار فلا أقل من تهيئة فرص لها في بعض المناسبات. إن هذا يجعلني أتخيل التأمل أغزر وأوفر بالنسبة إلى البحار والفلاح وساكن الجبل وساكن الصحراء، ويخيل إلي أننا سنصير كذلك عندما نتخلص من نطاق الجسد ونصعد إلى فوق حيث الله والملائكة والقديسين. وقد تناولت هذا الموضوع مع أبي الراهب فحدثني عن اختبار روحي آخر. حكى لي كيف انفرد في قلايته 28 يوما في مستهل حياته الرهبانية قابعا بين الجدران الأربع لا يرى إنسانا ولا يتصل بإنسان، مجاهدا في صراع عنيف بينه وبين الله ونفسه. وكيف كانت تلك الحقبة من الزمن فترة غربلة قاسية لنفسه استطاعت فيها الروح أن تنطلق شيئا فشيئا من قيودها الكثيرة إلى الله وتغتصب منه الوعود اغتصابا. وبعد ذلك خرج الراهب من قلايته وقد تساوت أمامه الجدران واللا جدران. وهنا أقدم لك في هذا الموضوع مرحلة من مراحل الروحانية أسمى وأعمق. كانت المرحلة الأولى هي التبرم بالجدران الأربع، أما هذه فهي مرحلة عدم الإحساس بالجدران الأربع، حيث تجلس في غرفتك وتستغرق في صلاتك أو تأملاتك أو قراءتك حتى لا تعود تشعر بكل ما حولك، وإنما تعيش في عالم آخر يسمو على الحس
لا تعرف فيه هل أنت في غرفتك أم في فضاء الدير؟ هل قلايتك لها جدران أم ليس لها؟ بل أقول أنك في تلك الحالة لا تستطيع أن تميز هل انتقلت إليك السماء وأنت على الأرض؟ أم انتقلت وأنت على الأرض إلى السماء؟ بل دعني أهمس في أذنك يا أخي الحبيب أن هناك أشخاصاً لم يستطيعوا أن يدركوا هل هم في الجسد أم خارج الجسد؟ كما حدث للقديس بولس الرسول، وكما روى عن القديس يوحنا الأسيوطي والشيخ الروحاني أيضاً. يتدرج بي هذا الموضوع موضوع انطلاق الروح من المكان إلى تأمل آخر متعلق به وهو الرؤى. سمعنا في هذا الأمر من قبل عن اختبارات القديسين يوحنا الحبيب والقديس بولس الرسول، ويعوزنا الوقت إن استرجعنا اختبارات الأنبا أنطونيوس والأنبا شنودة وغيرهما من القديسين الذين انطلقوا من أماكنهم وعاشوا بالروح في أجواء وبيئات أخرى رأوا فيها أشياء عجيبة لا ينطق بها. إنما أذكر هنا قصة رواها لي أحد إخوتنا الأحباء عن كاهن ممتلئ بالروح كان واقفا يصلي في المذبح، فلما وصل في صلاته إلى عبارة ورفع نظره إلى فوق، رفع نظره هو أيضا، وسادت الكنيسة فترة من الصمت العميق، ومرت دقيقة ودقيقتان ودقائق كثيرة، والكاهن القديس ناظر في صمت إلى فوق في دهشة وذهول، وطال الوقت جدا، والشعب يتأمل كاهنه المبارك في صمت. وبعد فترة أخفض الكاهن بصره وأكمل صلاته في عمق وحرارة دون أن يحس فترة الصمت التي مرت به. ولما أخبره أحد خواصه بعد القداس بما حدث وطلب منه أيضا إيضاح الأمر، اضطرب ولم يجب. ولما كثر عليه الإلحاح قال إنه نظر إلى فوق فإذا بالكنيسة وكأنها بلا قبة ولا سقف، وإذا به يتأمل سلما طويلا يصل المذبح بالسماء، فتأمله لحظات كأنها جزء من الدقيقة ثم أكمل صلاته. يتحدثون بعد ذلك عن الرهبنة كطريق إلى الخدمة، وما أرى الرهبنة إلا طريقا إلى السماء تساعد فيه الخلوة والتأملات والجهاد المستمر على دوام انطلاق الروح حتى تتحد بالله. أعظم من السماء والأرض. الروح التي تود أن تنطلق يا أخي الحبيب هي الروح التي تدرك تماما قدر ذاتها، والتي تعرف أنها عظيمة بهذا المقدار كله، وأنها أكبر وأكبر جدا من أن يذلها الجسد أو تذلها البيئة أو يذلها الشيطان. ولكي أعطيك فكرة عن هذا الأمر يليق بنا جدا يا حبيب الله أن نبحث الأمر معا ونتذكر الماضي والحاضر والمستقبل أيضا حتى ندرك أي قوة مخبأة فينا ونحن لا ندري. نتذكر أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلق على صورة الله ومثاله، فإن طلب إليك أن تعرف ذاتك فقل في قوة وثقة أنا صورة الله، وأنت كصورة الله قد كتب لك الخلود، فمن المحال أن تفنى،
وهل يعقل أن يفنى شخص على مثال الله الخالد؟ إذن فأنت أعظم من الجبل الشامخ ومن البحر الخضم، أعظم من الشمس الملتهبة ومن القمر المضيء، أعظم من الصحراء الواسعة ومن السهل الفسيح، أعظم من الذرة المحطمة ومن كل قوات الطبيعة على الإطلاق. فكل هذه الأشياء تزول، لأن السماء والأرض تزولان كما يقول الكتاب. وأما أنت فلك الحياة الأبدية كما وعدك السيد المسيح. أنت يا صورة الله، أنت يا أخي العظيم المخلوق الإلهي الوحيد، أنت من دون الأرض وما تحتها وما عليها، المخلوق الذي أعطاه الله كما أعطى الملائكة موهبة العقل وموهبة النطق، والذي أعطي أن يعرف الله ويتعبد له. أنت الذي جعل الله مسرته فيك، وهذه الطبيعة كلها التي تظنها أحيانا أعظم منك، ما خلقها الله إلا لتكون في خدمتك، فتسخرها جميعا حسب إرادتك ووفق سلطانك. وهكذا خلق الله أولا كل شيء، ثم أوجدك أخيرا لتكون ملكا على كل ما خلقه من قبل، تكون ملكا على طيور السماء وسمك البحر وحيوانات البرية وعلى كل الأرض. أنت يا من تستضعف ذاتك وتخاف من الصقر والحوت والأسد وأشباهها، من عبيدك الضعفاء الذين كانوا في خدمتك في يوم ما. لا تظن أنك كنت هكذا قبل الخطيئة فقط، إنما كان الأبرار في كل العصور لهم هذه الهيبة وهذا السلطان أيضا. إن شمشون قاضي إسرائيل ضرب الشبل بيده فوقع صريعا، ودانيال كان في جب الأسود ولم تضره الأسود في شيء، ويونان ابتلعه الحوت وأخرجه دون أن يقوى على إيذائه، والثلاثة الفتية دخلوا في أتون النار فكانت النار بردا وسلاما. ومثل هذا يقال في العهد الجديد أيضا على القديس ماركوس وأسده، وعلى القديس بولس الذي نشبت أفعى كبيرة في يده فنفضها إلى النار ولم يتضرر بشيء رديء، حتى تعجب الناس وقالوا هو إله. إنه أنت الذي أعطيت سلطانا أن تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. آه يا أخي الحبيب، لو عرفت قدر روحك هذه التي تحبسها بخطيئتك في سجن من الذل والجبن والخوف، وهي من وراء قضبان سجنك تتطلع إلى مجدها السالف وتود انطلاقا لو سمحت لها أنت. أنت يا جبار البأس مخلوق إلهي، أنت الذي قال له الله الابن اثبت فيا وأنا فيك كما يثبت الغصن في الكرمة، أنت الذي يقرع الله على بابك ويود أن تفتح له فيدخل ويتعشى معك وأنت معه وعندك يصنع منزلا. أنت صورة الله التي تحمل صفاته. انظر إلى السيد المسيح له المجد يقول عن نفسه أنا نور العالم، ثم يقول لك ولإخوتك معك أنتم نور العالم.
أنت الذي طلب منه أن يسعى ليصير مثل الله، كما يظهر من قول السيد له المجد: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أنت الشخص الذي وجد الله لذة في أن يدعوها ابنه. أنت الذي صب الرب ماء وغسل رجليك ومسحهما بالمنشفة التي كان مؤتزرا بها. أنت الذي قال الرسول عن أعضاء جسدك أنها أعضاء المسيح. أنت الوحيد الذي قيل عنك أنك هيكل الله وروح الله يسكن فيك. أنت الذي تشتهي الملائكة أن تكون مثلك. يا من أنت وحدك تتناول جسد الرب ودمه الطاهرين. يا من قال الرب أنه يريدك أن تكون واحدا فيه وفي الآب. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ألم ترى يا أخي المحبوب كيف أرسل الرب ملاكين لإنقاذ لوط من سدوم؟ وكيف أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود أمام دانيال؟ وكيف قال أليشع لتلميذه: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا. وفتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار. وكيف أحضر ملاك الرب طعاما لإيليا وهو نائم تحت الرقمة؟ فقام إيليا وأكل وشرب، وصار بقوة تلك الأكلة 40 يوما. وكيف حمل ملاك الرب حبقوق ليقدم طعاما لدانيال في الجب؟ ويعوزني الوقت أن أحدثك يا حبيب الرب عن الخدمات التي قدمها الملائكة لك ولإخوتك، وعن اهتمامهم بك وشفاعتهم فيك. أنت مخلوق مهم. أنت يا أخي المحبوب الشخص الذي دعي إلها من الله والناس. ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون؟ وقال الله من قبل لموسى: أنا جعلتك إلها لفرعون. ليس المقصود طبعا الألوهة كالله، وإنما السيادة. وأي كان معنى هاتين العبارتين فإنهما تدلان بلا شك على المكانة الكبرى التي لك عند الله يا أخي الحبيب. مما يرفع قدرك جدا أن يذهب السيد المسيح بنفسه ليعد لك مكانا عند الآب في السماء، ثم يأتي ويأخذك إليه قائلا لك: تعال يا مبارك أبي، رث الملك المعد لك منذ إنشاء العالم. أفليس بالأكثر تعلو نفسك في مقدارها عندما يضع الله في يديك مفاتيح السماوات ويقول لك: ما حللته على الأرض يكون محلولا في السماء، وما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماء. بل أكثر من هذا، أن يعطيك سلطان الغفران واللا غفران. يعطي كل هذا لك أنت أيها الإنسان يا صورة الله ومثاله. وهذه العبارة وإن كانت تخص الكهنة، فالكاهن إنسان، وهنا نتحدث عن الإنسان من حيث كونه إنسانا. بل يا من ظهر الله في شكله وأخذ جسدا مثله، ناسوته لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. تذكر أن الله تسامت حكمته قبل أن يحرق سدوم وعمورة، يقول: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟
وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض. وهكذا يعلن الله مشيئته لصديقه إبراهيم، ويناقشه إبراهيم في الأمر مناقشة فيها عتاب، وفيها دالة، وفيها جرأة. أفتهلك البار مع الأثيم؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، حاشا لك. أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ هذه دالة، ليست مجرد كلام عبد لسيده أو مخلوق لخالقه، وإنما هي عبارات صديق يعرف مكانته عند صديقه. وهو ذا موسى يفعل الأمر نفسه في حديثه مع الله أيضا عندما أراد الله إفناء شعبه. الآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. دالة وصداقة من غير شك. هل عرفت يا أخي قيمة روحك ومقدار عظمتها أمام الله؟ أو تقبل بعد ذلك على كرامتك أن يعبث بك شيطان حقير وقد أعطاك الله سلطانا على جميع الشياطين؟ لا أظن ذلك. كان مستغرقا في نومه، كان مستغرقا في نومه حين همس الملاك في أذنه: إلى متى تعيش هكذا؟ ظلا لإنسان آخر يتحكم فيك كما يشاء. وكان الصوت مترفقا نصوحا، فلم يفزع ذلك النائم، وإنما رد في هدوء: ماذا تعني يا سيدي الملاك؟ فأجابه الملاك: أقصد أنك في أفكارك وفي حياتك الروحية قد فقدت شخصيتك، وأصبحت تعيش بشخصية غيرك. هناك رجل آخر كبر في عيني نفسه ثم ظل يكبر في عينيك أنت، حتى جعلته مثلك الأعلى تتبعه في كل شيء، ترتفع معه إن ارتفع وتسقط معه حيثما يسقط. آراؤه آراؤك، وانحرافاته هي انحرافاتك، بل إنك تدافع عن أفكاره أكثر مما يدافع هو عنها، وأنت تؤمن بمبادئ هذا السيد دون نقاش. يكفيك أن معبودك هذا قد نطق بها في وقت ما. وأحس ذلك النائم أن كل ما قاله الملاك صحيح، ولكنه أراد توضيحا لموقفه فقال: وهل من ضير يا سيدي الملاك في أن أتبعه ما دامت كل أفكاره سليمة ليس فيها شيء من الخطأ؟ فقال الملاك: ومن أدراك أن كل أفكاره سليمة؟ هل تؤمن بأن سيدك هذا معصوم من الخطأ؟ أليس من الجائز أن يخطئ كإنسان؟ وإن أخطأ فكيف تعرف ذلك؟ ما دمت لا تسمع إلا أفكاره ولا تود أن تقبل غيرها، وما دام كل شخص يعارض أفكار هذا السيد هو في نظرك شخص لا يصح أن تستمع إليه، وإن استمعت فبروح الجدل، محاولا أن ترد على كل فكرة وأن تنقضها دون أن تتفهمها، لا لشيء إلا لأنها تعارض آراء سيدك. وفرك النائم عينيه في خجل ليتحقق
ما إذا كان صاحيا أم نائما؟ بينما استمر الملاك في حديثه: إن روحك حبيسة، تود أن تنطلق ولا تستطيع، لأنها مقيدة بقيود هذا الإنسان. إنه يعطيك من المعلومات ما يريدك هو أن تعلمه، يعلن لك ما يشاء من الحقائق ويحبس عنك ما يشاء، وحتى المعلومات التي عندك من ذاتك والتي تكتسبها من غير طريقه خاضعة هي أيضا لمراجعته. إنك قد فقدت شخصيتك تماما، وأصبحت لا تتصرف من تلقاء نفسك. كلما حاقت بك مشكلة تستصرخ به لينقذك، وكلما عرض لك أمر من الأمور لا تحاول أن تبت فيه بحل حتى يجيء سيدك ويحله. وإن تصرفت في الأمر يستطيع أن يلغي تصرفك متى يشاء وكيف يشاء دون أن تعترض. إن أقصى ما يمكن أن تصل إليه في حياتك هو أن تصبح صورة باهتة من هذا الإنسان. شخصيتك التي خلقك الله بها قد ضاعت، وشخصيته هو لن تستطيع أن تصل إليها تماما، لأن الظروف الروحية والعقلية والاجتماعية التي كونتها هي غير ظروفك. وهكذا أراك تتأرجح في وضع غير مستقر بين الحالتين. واستمع ذلك النائم إلى كل هذه العبارات وهو يشعر أنها تمس صميم نفسه، بل إنه فيما بينه وبين نفسه يحس أنه قد أصبح ضيق الصدر بسلطان ذلك السيد. وهكذا وجد الشجاعة في أن يطلب إلى الملاك أن يوجد له حلا، فقال: ولكن كيف أستطيع يا سيدي الملاك أن أناقش معلمي؟ فأجاب الملاك: أقول لك، والقياس مع الفارق، أن الله يحب أن يكون أولاده أقوياء الشخصية، حتى أنه كان يسمح لهم أن يناقشوه. انظر إلى إرميا وهو يقول: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. واستمع إلى إبراهيم وهو يناقش الله تمجد اسمه ويقول له: حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ وانتقل معي أيضا إلى موسى وهو يكلم خالقه فوق الجبل بنفس الأسلوب، فيقول له: ارجع عن حمو غضبك واندم عن الشر. فقال النائم للملاك: والآن ماذا تريد يا سيدي الملاك أن أفعل؟ فأجابه الملاك: أريد ألا تلقي قيادتك إلى إنسان معين، وإنما استمع إلى الكثيرين، واقرأ للكثيرين، واستعرض ما تشاء من الآراء، وليكن لك روح الإفراز، فتميز الرأي السليم من الرأي الخاطئ، وتعتنق من كل ذلك ما يناسب حالتك أنت بالذات من جهة تكوينك الروحي والعقلي، وما يناسب ظروفك الاجتماعية والعملية، ويتناسب أيضا مع سنك، عالما أن هناك طرق كثيرة تؤدي إلى الله،
وقد يكون الطريق الذي صلح لغيرك غير الطريق الذي يصلح لك أنت بالذات. الطريق الذي اختاره لك الله وليس الناس دون غيره من الطرق. ثم استيقظ النائم من نومه ليرى نفسه إنسانا جديدا، قد انطلقت روحه حرة من كل قيد، تبحث عن الحق أينما وجد ولا تؤمن بعبادة الأشخاص. اعرف ذاتك. هل تود أن تكون كاملا يا أخي الحبيب؟ وهل تريد أن تنطلق روحك انطلاقا إلى حيث لا قيود ولا حدود؟ إذن فعليك قبل كل شيء أن تفرغ ذاتك من كل شيء، من كل ما أرسبه فوقك العالم من رغبات وعلوم وأحاسيس. عليك أولا أن تنكر ذاتك وأن تقف أمام الله كلا شيء. اعرف نفسك بالحقيقة، من أنت؟ ألست مجرد حفنة من تراب، من تراب الأرض؟ بل أنت أقل من تراب الأرض، أنت عدم. لا شيء مر وقت لم تكن فيه موجودا، ومع ذلك كان العالم عالما. ثم كونك الله إذ لم تكن، خلق التراب أولا ثم خلقك من تراب. علام إذن ترتفع، ومن أنت حتى ترتفع؟ اخفض رأسك في خجل وذلة، فأنت عدم. وقف أمام الله في انكسار نفس وانسحاق روح، ذاكرا أصلك القديم. هل عرفت أنك عدم؟ بل أصارحك أيضا أنك أقل من عدم. فالعدم هو لا شيء، ولا شيء خير من الخطية التي جلبها الإنسان، إذ أن تصور قلب الإنسان شرير كل يوم. فإن وجدت فيك شيئا صالحا، تيقن تماما أنه ليس منك، بل هو من الله الكلي الصلاح والكامل القدوس وحده، لأنه ليس أحدا صالحا إلا الله وحده. إن وجدت فيك شيئا صالحا فلا تنتفخ ولا تتفاخر ولا تحارب نفسك بالبر الذاتي، وإنما أرجع المجد لله، لأنه هو المستحق وليس أنت. فالله هو الذي صنع الخير لأنه صانع الخيرات، بل لأنه هو الخير ذاته وهو الصلاح ذاته، وأنت بدونه فناء لا تستطيع أن تعمل شيئا. فلا تسرق مجد الله وتنسبه لنفسك. قد تضيء كالقمر ويزداد ضياؤك حتى تظهر بدرا، ولكن في كل ذلك تذكر أن القمر هو كوكب مظلم يستمد نوره من الشمس، وليس فيه ضياء من ذاته، وإن احتجبت عنه الشمس لا يظهر منه شيء لأنه مظلم بطبيعته. أترى يستطيع القمر أن يتحدث عن نوره أمام الشمس؟ هكذا أنت أيها الحبيب أمام الله. أما إن وجدت فيك شرا فاعرف أنه منك، من الخطية الرابضة التي اشتقت إليها وكنت تسود عليها فسادت عليك، لأنه ليس شر من قبل الله. الله الذي لا يتفق الشر مع طبيعته، والذي بعد أن عمل كل شيء بيديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس
نظر إلى كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. هل عرفت ذاتك يا أخي الحبيب؟ وهل أدركت أن إنكار الذات هو القاعدة الأساسية لعلاقتك مع الله؟ لست أقصد أن تعتبر ذاتك شيئا تتواضع فتنكره، لأن ذاتك لا شيء، عدم وفناء. ولست أحب أن أستعمل كلمة تواضع، لأن المتواضع هو الكائن الذي يتنازل من مكانه إلى درجة أقل ارتفاعا وأدنى سموا. أما إنسان حقير مثلي ومثلك، كان ترابا وعدما، مستحيل عليه أن يتواضع، إذ ليست له درجة حتى يرفضها، أو كرامة حتى يتخلى عنها. وإنما كل ما أقصد هو إنكار الذات يا أخي المحبوب، هو أن تعرف ذاتك، فتدرك أنه لا قيمة لك على الإطلاق، وإنما هو الله الذي يتحنن عليك فيهبك إن أحببته شيئا من مجده الذي لا تستحقه لولا رحمته ولولا تواضعه هو وتنازله. دعنا نتدارك إذن، فنتأمل تلك الآية الجميلة التي تقول: اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. فما معنى هذا؟ ألا يصلح لملكوت الله إلا الجهال والضعفاء والمحتقرون؟ كلا، فقد اختار الله قوما مثقفين من أمثلة موسى وبولس وأرسينيوس، كما اختار القديسين الفلاسفة أثيناغورس وبنتينوس وأغسطينوس، واختار الله رجالا أقوياء مثل شمشون والقوي الأنبا موسى، واختار رجالا محترمين مثل داود الملك والأميرين ماكسيموس ودوماديوس. فكيف التوفيق بين الأمرين؟ ليس المقصود إذن أن الله لا يختار إلا الجهال والضعفاء والمحتقرين، بل لعل المقصود هو أنه تبارك اسمه يختار الأشخاص الذين مهما بلغوا من علم أو قوة أو كرامة يقفون أمامه كجهال وضعفاء محتقرين. فهذا موسى الذي تهذب بكل حكمة المصريين، لم يرسله الله عندما كان واثقا بنفسه ومعتمدا على قوته البشرية، ولكنه دعاه عندما وصل إلى الدرجة التي قال فيها: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. وهذا هو بولس الذي درس الناموس وتعلم تحت قدمي غمالائيل، لم يرسله الله إلا عندما وصل إلى الحالة التي يستطيع أن يقول فيها: لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. وأرسينيوس
لم يجعله الله أبا ومرشدا عندما كان معلما للأميرين أركاديوس وهونوريوس في قصر أبيهما الإمبراطور ثيودوسيوس، بل عندما تنقت روحه وأصبح في إمكانه أن يقول عن نفسه إن أرسانيوس معلم أولاد الملوك الذي درس حكمة اليونان والرومان لا يعرف الألفافيتا التي يعرفها هذا المصري الأمي. هل تظن يا أخي العابد أنك ستبني ركنا في الكنيسة بعلمك وثقافتك؟ يا لك من مسكين. الحق أقول لك، إن لم تنطلق من اعتمادك على معرفتك فلن تصل إلى الله، ولن يبارك الله لك في خدمة، لأنك إن نجحت فسوف ينسب الناس نجاحك إلى ما هو وهبه لك العالم من شهادات وإنجازات علمية، وهكذا يسلب من الله مجده ويعطى للعالم. الله يا أخي المتعلم قادر في القرن العشرين أن يذهب إلى البحيرة من جديد ويختار صيادا جاهلا لكي يقيمه رسولا وكاروزا فيعلم الناس خيرا منك. إن الله عندما شق البحر الأحمر لم يختار لذلك قضيبا من ذهب، وإنما عصا بسيطة كانت توجد ملايين من مثيلاتها في العالم. فحاذر أن تظن في نفسك أنك شيء، أو أن تغتر بثقافة العالم، وحاذر في حياتك الروحية خاصة أن تعتمد على معرفتك العالمية أو الدينية أو قراءاتك الروحية أو خبراتك القديمة، وإنما كلما ازددت علما وكلما تعمقت في الروح قف كل يوم أمام الله وأنت شاعر بجهلك وعجزك، وأنت محتاج إليه ليرشدك كمبتدئ مهما كنت قديم الأيام. قف أمامه وأنت شاعر بحاجتك الماسة إليه ليحميك من أضعف الشياطين ومن أبسط الخطايا في نظرك ومن أتفه الزلات أمام عينيك. ليكن لك هذا الشعور، لأني رأيت كثيرين بعد أن قرأوا وكتبوا عن عمق الروحيات يسقطون في خطايا المبتدئين. وأقول لك هذا أيضا خوفا من أن ثقتك بعلمك الروحي وخبرتك الروحية تجعلك تعتمد على ذراعك البشري، وملعون من يتكل على ذراع بشر. واعلم يا أخي الحبيب أن كل علم روحي أو عالمي لا يقودك إلى حياة الانسحاق وإلى الشعور بالجهل، هو علم باطل وخداع للنفس، بل هو ضربة من الشيطان يصرفك بها عن أن تسأل وتطلب وتقرع الباب. فاشعر يا أخي بجهلك، إذ يقول الكتاب: إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. وكما أنه أمام الله يتساوى الحكيم والجاهل في أنهما كليهما جاهلان، وأن موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة تهب على الاثنين، كذلك أمام الله يتساوى الضعيف والقوي، لأن كليهما ضعيفان، إذ ليست هناك قوة لأحد في حضرة الله. هل تعتقد يا صديقي أنك قوي؟ إذن فمن أين أتتك القوة؟ إنها ليست من ذاتك طبعا، لأنك تراب ورماد، بل عدم وفناء، وهي ليست من كائن آخر غير الله،
لأنه تبارك اسمه هو وحده القوي، ومنه تستمد كل قوة. فهل قوتك إذن من الله؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا تفتخر؟ ولماذا تتصلف؟ ولماذا تستخدم قوة الله في غير أعمال الله؟ إذن فإن افتخر أحد فليفتخر بالرب، لأنه تعالى في مجده مصدر كل شيء يدعو إلى الفخار. وإن كنت أيها الإنسان الضعيف بطبيعتك قويا بالله، فقل إذن كما قال الطوباوي بولس: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر في الضعفات، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. الشخص الذي يعتقد في نفسه أنه قوي لا يستخدمه الله، لأن الله يختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء. فحاذر من أن تثق بقوة مزعومة لك، لأن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وإنما قل مع داود البار: ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. تأكد يا أخي من ضعفك. ليس لأني قلت هذا، وإنما لأنها الحقيقة الواضحة. ألم تسقط اليوم وتخطئ؟ ألم تخطئ أمس وقبلا من أمس؟ لست قويا إذن، بل ضعيفا ومثالا للضعف، وستظل كذلك حتى تعترف بضعفك وتسرع وتثبت في الآب والآب فيك. نصيحة أخرى أهمس بها في أذنك: لا تجلس في خلوتك وتظن أنك أقوى من الناس، وتستعرض المشروعات العظيمة التي يمكنك القيام بها لو أعطيت لك سلطة، أو لو كنت في مكان الآخرين. إنك لست قويا يا أخي بهذا المقدار، وما هذه إلا أحلام اليقظة، أو لعله الغرور. أما أنت فضعيف، وربما لو كنت في مكان أولئك الخطاة الذين تنتقدهم لأخطأت أكثر منهم، ولا أظهرت ضعفا أكثر من ضعفهم. إن كنت قد انتصرت في الماضي أو تنتصر الآن، فسبب ذلك هو وجود الله معك، وليس السبب أنك قوي. احتفظ إذن ببقاء الله معك، عالما أنه لن يرضى بالبقاء طالما أنت تعبد ذاتك بدلا منه. واحد من اثنين يعمل في الميدان، إما الله وإما أنت. إن كنت تعتقد أن الله هو الذي يعمل، وأنك لا شيء إلى جواره، بل أنك متفرج تنظر إلى أعمال الله في إعجاب، إن كنت تعتقد هذا فحسنا تفعل. أما إن كنت أنت الذي تعمل وأن لك من القوة ما يكفل لك ذلك، فثق أن كل ما تعمله باطل هو وستفشل فيه. لست أقول هذا عن خدماتك وأعمالك الخارجية، وإنما عن صميم حياتك الروحية أيضا. إن اعتقدت أنك أنت الذي تجاهد لترث الحياة الأبدية فسوف تفشل في جهادك. وإن اعتقدت أن خطية ما لم يعد لها سلطان عليك، فقد تسقط فيها ولو بعد حين، ويكون سقوطك عظيما. ولكن الحل الصحيح هو أن تشعر بضعفك في أرض تنبت لك شوكا وحسكا،
أن تشعر بضعفك أمام كل تجربة وكل خطية، قائلا مع المرنم: لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. وهكذا تصرخ إلى الله، ثم تنظر كيف يحارب عنك وينتصر، فتمجد الله وليس نفسك، لأن النصرة كانت من عنده. وأخيرا، أشعر أن هناك أشياء كثيرة لنتحدث عنها معا في هذا الموضوع، فاذكرني يا أخي الحبيب في صلاتك حتى نلتقي مرة أخرى ونكمل تأملنا إن أحبت نعمة الرب وعشنا. ذاتك ومديح الناس. أتريد يا أخي أن تصل إلى الله؟ أتحب أن تردد عبارة الطباوي بولس: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا؟ إذن فانطلق أولا من ذاتك، من ذاتك التي تعبدها بدلا من الله، وتحاول باستمرار أن تراها ممجدة معظمة أمام الآخرين. هل يمجدك العالم يا أخي الحبيب؟ وهل تقبل منه هذا التمجيد؟ يا لك من مسكين! ألست تعلم أن الممجد الوحيد هو الله؟ لأنه خالق الكل ومصدر جميع الكائنات، ولأنه الوحيد الواجب الوجود والأزلي والقادر على كل شيء والمالئ كل مكان. ألست تعلم إذن أنك إن مجدت ذاتك أو مجدك الناس، فإنما تسلب صفة من صفات الله وتنسبها إلى نفسك؟ أهي التجربة التي حاربت أباك آدم؟ إذ لم يكتفي بما وهبه الله من نعيم، بل أراد أن يكبر حتى يصير مثل الله. ومن أنت يا أخي حتى تتمجد؟ هل للتراب مجد؟ أو للرماد كرامة؟ أو للعدم احترام وهيبة؟ ثم ألست خاطئا مثلي؟ وإن كان الله قد سترك وأخفى عيوبك عن الناس، فهل للخاطئ مجد؟ وهل للضعيف كرامة؟ إذن لماذا تمجد نفسك وأنت تعرف حقيقتك بكل ما فيها من خطايا ونقائص وعيوب؟ هل تفعل هذا لأن الناس لم يعرفوا حقيقتك بعد، ولم يعلموا كل شيء من ماضيك، ولم يكتشفوا كل ضعفاتك، ولم تظهر أمامهم أخطاؤك؟ لماذا إذن تخدعهم وأنت تعلم؟ بل لماذا تخدع نفسك والخداع لا يفيدك شيئا؟ ألي هذا الحد تستغل ستر الله وكتمانه؟ أتوده إذن أن يعلن للآخرين أفكارك وأحاسيسك ورغباتك المكبوتة؟ ثم لماذا تبحث عن مجد زائل لا يصحبك بعد الموت ولا يقف معك في يوم الدينونة أمام الديان العادل الذي لا يتأثر في حكمه عليك برأي الناس فيك، لأن كل شيء مستور هو عريان قدامه؟ ألا يزال عزيز عندك مدح الناس؟ ألست تعرف أن مديحهم زائف؟ لأنه يكون أحيانا على سبيل المجاملة أو التشجيع أو التملق أو الخجل، كما أنهم حتى إن صدقوا وأخلصوا فهم إنما يحكمون حسب الظاهر، وليس فيهم من يقرأ فكرك
أو يعرف نياتك أو يدخل إلى قلبك ليفحص ما فيه. يا أخي الحبيب، إنني ولا شك قد أثقلت عليك بأفكار مجتمعة، فهل تريد أن أقص عليك قصة؟ لتكن إذن قصة نبوخذ نصر. هل تعرف كيف نسب لنفسه مجدا زائلا؟ وهل تعرف كيف كانت نهايته؟ إذن ليته يكون درسا لك. أتراك تضايقت؟ سامح ضعفي وأسلوبي الخشن في التعبير، ولكن أهي عادتك باستمرار أن تتضايق من شخص يكلمك بصراحة، لا يتملقك ولا يستعمل معك ألفاظ التفخيم التي يستعملها الناس؟ لماذا؟ الأولى بك يا أخي العزيز أن تحب هذا الأسلوب، لأنه يوقفك أمام حقيقتك. وما أشد احتياجك إلى الوقوف أمام هذه الحقيقة حتى تعرف نفسك، تلك المعرفة اللازمة لخلاصك. ولكن دعنا نناقش الأمر معا. لماذا تريد أن تظهر عظيما أمام الآخرين؟ أهو مركب النقص؟ هل تشعر في ذاتك أنك في درجة صغيرة؟ وتريد أن تعوض ذلك بأن تكتسب مدح الناس بكافة الطرق؟ إن مدحوك سررت، وإن هاجموك دافعت بحرارة عن نفسك حتى لا تظهر أمامهم معيبا، وإن وقفوا منك محايدين لا مدح ولا مهاجمة لم يعجبك هذا أيضا، وأخذت تتسول مدحهم بأن تحدثهم عن فضائلك حتى يعجبوا بك فيمدحوك. أهذه هي الحقيقة؟ إن كانت كذلك فلنحاول مناقشتها معا. حسن يا أخي أن تشعر بأنك ناقص وخاطئ وضعيف وأقل من الناس جميعا، ولكن علاج هذا النقص لا يأتي بإضافة نقص جديد إليه عن طريق محبة مدح الناس، وإنما يأتي بتكميل الذات وإصلاح أمرها. لماذا يهمك رأي الناس فيك ومدحهم إياك؟ ألعلك ستدخل ملكوت الله إن رشحك الناس لهذا؟ إذن فاعلم أن كثيرا جدا من الذين يمدحهم الناس سيلقون في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وويل لكم إن قال فيكم الناس حسنا. مدح الناس يا صديقي وقتي وزائل، وهم لا يثبتون على حال. الذين هتفوا للسيد المسيح كملك صرخوا أيضا قائلين اصلبه اصلبه، ومدح الناس زائف أيضا لأنهم لا يعرفون الحقيقة تماما. إليك سؤال يهمني أن تجيب عليه إجابة صريحة. ماذا يكون شعورك عندما يمدحك الناس وأنت تعرف عن خفاياك ما يخجل؟ هل تنسى أثناء مدحهم تلك الخطايا التي لو عرفوها عنك لطردوك خارج المجمع؟ أم أنت تتناساها؟ أم تعتبرها مقدرات لا يجب أن تظهر أثناء نشوتك بمديح الآخرين؟ إذن فأنت يهمك فقط خارج الكأس، يهمك أن تكون كالقبور المبيضة من الخارج ومن الداخل نتنة. إذن فأنت تهمك الحياة الأرضية فقط ولا تأبه للحياة الآتية. صارح نفسك يا أخي المحبوب
بحقيقة مشاعرك، واعترف بهذا بينك وبين نفسك أولا، ثم اسكب هذه الذات أمام أب اعترافك، اسكبها في بكاء وأنين وألم مر. وإليك ما يجب أن تشعر به عندما يمدحك الناس. أولا، أشعر أولا أنك ربما تكون مرائيا، تظهر للناس غير ما تبطن. كل نفسك في صراحة، إنني شخص خاطئ دنس. وعندما أجلس إلى أب اعترافي أكاد أذوب خجلا، وعندما أحاسب نفسي على خطاياي تنسحق ندما وشعورا بالخسة والحقارة، وتصغر ذاتي أمام عيني. وعندما أقف للصلاة أشعر أنني غير مستحق أن أرفع نظري إلى فوق. فلماذا إذن يمدحني الناس؟ ألعلني مرائي؟ ألعلني ذو وجهين؟ أظهر أمام الناس بشخصية وحقيقتي شخصية أخرى؟ هل أنا ممثل؟ ربما أكون. ثانياً، أشعر أن مدح الناس ربما يجعلك تستوفي أجرك على الأرض فلا تنال أجراً في السماء، وهكذا يضيع إكليلك بثمن بخس. إن مدحك الناس فخير لك أن تحزن، احزن على إكليلك الذي يوشك أن يضيع، وهذا الحزن المقدس يصفي نفسك ويجعل روحك تنطلق بالأكثر. ثالثا، عند مدح الناس لك أشعر أنك ربما تكون مختلسا، لقد سلبت مجد الله ونسبته إلى نفسك. لقد قال السيد المسيح: لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فإن كان المجد قد رجع إليك أنت بدلا من الآب، فربما يكون هذا اختلاسا وأنت لا تدري، أو وأنت تدري عندما تصلي وتقول: لأن لك الملك والقوة والمجد. أنب نفسك التي تريد أن يكون المجد لها فتنافس الله في قوته. ليس لنا يا رب، ليس لنا، ولكن لإسمك القدوس أعطي مجدا. رابعا، عندما يمدحك الناس انكر ذاتك ووجه أنظارهم إلى الله في غير رياء وفي غير تظاهر بالتواضع. اذكر لهم أنك خاطئ وضعيف، وأن الله هو الذي فعل الأمر الذي يستحق المديح. وكما توجه هذا الكلام إلى الآخرين، توجه به أيضا إلى نفسك واقتنع به حتى لا تعود فتنتفخ. خامسا، إذا وجدت البعض قد بدأ قصة أو حديثا أو خبرا سينتهي بمدحك، حاول أن تغير مجرى الحديث، أو على الأقل لا تسر بالمدح وانسبه إلى الله عن اقتناع. سادسا، عندما يمدحك الناس تذكر هاتين الآيتين الجميلتين: مجدا من الناس لست أقبل، مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك. احفظ هاتين ورددهما كثيرا في فكرك. سابعا، عندما يمدحك الناس تذكر خطاياك، واترك ضميرك يؤنبك حتى يكون هناك توازن بين داخلك وبين مدح الناس من الخارج. وأخيرا، إن كان هذا هو المطلوب منك، عندما يسعى إليك مديح الناس فبديهي جدا أنك لا تسعى بنفسك إلى طلب هذا المديح أو استجدائه، مما سنرجع إليه في المقال القادم إن شاء الرب وعشنا. صلي من أجلي.